السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة صوفيا في إيطاليا. اليوم الفيديو ديالي غادي نبدأه معكم بعيد على الكوزينة وعلى الطياب. كما عارفين الظروف اللي كنعيشوها حنايا الناس او الجالية او حتى الناس اللي كيعيشوا كلهم في ايطاليا ديال هاد الفيروس اللي انتشر بواحد الشكل كبير في ايطاليا، واللي حسب المعلومات ديالي بلي ان دابا وصلت تقريبا لواحد 170 حالة غير ما بين البارح واليوم، تزاد تقريبا واحد 100 حالة هادي. ولحد الان ماتوا 3 ديال الناس. هذا الفيروس هذا انتشر في الشمال ديال ايطاليا، وتقريبا في واحد 10 او 12 مدينه في الشمال ديال ايطاليا، اللي حنا محسوبين حنا عايشين في الشمال ديال ايطاليا. بغيت نشاركوا معكم باش تدعيو معنا ربي يحفظنا ويحد الباس ويقدروا يقدروا يسيطروا على هذا المرض هذا. وبهذا الشيء دابا الناس هنا في ايطاليا ولاو عايشين في واحد الرعب كبير، ولاو خايفين ودابا الحكومه راها قررت بحسب المعلومات ديالي درت على هذوك المدن اللي كاينين في الشمال ديال ايطاليا، درت واحد الحجر الصحي على هاد 10 ولا 12 مدينه، حاطينهم بالبوليس وبالعسكر باش ممنوع الخروج وممنوع التجول، ممنوع الناس يخرجوا من ديورهم الا للضروره القصوى، الا لكان شي حاجه ضروريه. وهاد المدن هذه ولات بحال شي مدن ديال الاشباح، انعدمت فيها الحياه بواحد الشكل كبير، ولات خاليه. نخليكم مع الصوره لبعض هاد المدن، بعض من هاد المدن هادو. كيف ما كتشوفوا هاد الصور هادو اللي هما من كودونيو، اللي هي واحد المدينه في الشمال ديال ايطاليا في النواحي ديال ميلانو. كيف ما كتشوفوا بلي ان حتى واحد ما كيدور تمايا، يعني الناس كلها خايفه وفي ديورهم. هاد المدينه هادي اللي تصابت فيها اول حاله في ايطاليا ديال واحد السيد اللي عنده 38 عام، اللي تعادى من واحد الصديق ديالو صيني، وهو ما كانش عارف راسو بانه مصاب بفيروس كورونا. هاد السيد عنده 38 عام كما قلت لكم، وعاد الزوجه ديالو اللي حامله، وايضا تعادوا منه بعض الممرضين وبعض الاطباء لانهم ما كانوش عارفين بانه مصاب بالكورونا. الحكومه منعت التجول ومنعت الخروج من الديور كما شفتوا في الصوره، الدنيا ولات خاويه، وسدات المدارس. عندنا هنا المدارس دابا مسدودين هاد الايامات، النقل العمومي، جميع المقاهي، الشركات، الادارات، كل شيء عندنا مسدود لمده 15 يوم باش يشوفوا القضية فين غادي توصل. وبالنسبة للناس اللي خدامين وداكشي، الحكومة دارتهم بأنهم يعتبروا راسهم بأنهم بحالنا في إجازة مرضية، يعني مخلصاهم على حسب هاد الأيامات اللي غادي يجلسوا. ومهم جميع الأماكن اللي فيها تجمعات تسدات، حيدوا الأنشطة الرياضية، حيدوا القهاوي، لي بواط، كلشي 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 مسدود. انعدمت الحياة بواحد الصفة، واحد الشكل كبير في هاد المدن هادي، ولا هادشي كيخلي هادشي اللي خلى الناس اللي عايشين هنايا في إيطاليا يحسوا بواحد الخوف، وحسوا لدرجة أن الناس ولات كتمشي كتقدى بواحد الشكل غريب، بحال الماكلة غادي تتسالى
في سوبرات الناس كتقدا باش تدير الماكله لواحد المده طويله عندها في الدار باش ما بقاوش يخرجوا يسدوا عليهم ديورهم. انا غادي نخليكم مع بعض الصور في واحد في بعض السوبرات لي سوبر مارشي اللي كنت مشيت تقديت فيهم اللي الصف واصل حتى الباب ديال السوبر لدرجه ان الناس سلعت سالات والناس ما لقاو ما يتقداو. نخليكم مع الصور هانتوما كيف ما كتشوفوا لي سوبر مارشي سلعه خوات منهم بكثرة الناس ما كتتقدا حيت خايفين لا المرض ينتشر والله ما كيتقداو بزاف باش يشدوا عليهم في ديورهم ما يخرجوش خايفين اللي يتعادوا. كيف ما شفتوا هذه هي الحاله اللي حنا عايشينها هنا في ايطاليا. خوف كبير ما عرفنا هذه القضيه هذه فين غتوصل. داكشي علاش قلت نشارك معكم هذا الفيديو باش كنتمنى من الناس كاملين اللي شافوه يدعوا معنا باش هذا المرض ما ينتشرش بزاف في ايطاليا يحدوه على الاقل ما يوصلش للمدن الاخرى. دعوا معنا بزاف ربي يحفظنا ونتلاقى معكم في فيديو اخر ان شاء الله.